أنا مع مرة رفعت هذا الملتمس سنعود كذلك، ولكن أنا دائما مع الثقة القانونية، وأنا كنت حاضر أثناء تعديل لهذا الملتمس داخل المكتب الجامعي، وأنا معه والحمد لله أن الأمور الواقعة هي جد طبيعية بالنسبة للناس اللي غادي اللاعبين اللي غادي يشاركوا في الدوري ديال البطولة الوطنية، خصهم بالنسبة للأجانب أنه يكون لعب مع الفريق الوطني ديالو 10 المباريات. الأمر جد واضح، ماشي غير الوداد بوحدها اللي غتعاني من هذه المسألة، راه جميع الفرق الوطنية كلها غادي تتعامل مع هذه المسألة واقعية. وحنا تنعاود ناكد لك اننا ما خصناش نرجعوا، حنا هذه من اجل تطوير كره القدم، من اجل تطوير العطاء ديال اللاعب المغربي. تنعاود ناكد لك تنقول لك القانون جد واضح، ما تدويش على فال، لان فال لاعب ديال الوداد عنده واحد العقد يمتد لسنتين، حيت يسالي العقد ديالو او يقرب يسالي العقد ديالو غادي يكون الحديث باقيه.